بايدن يمدد حالة الطوارئ المفروضة على السودان، هل هو إجراء روتيني أم رسالة من إدارة بايدن للعسكريين في السلطة؟ لو هو إجراء روتيني يعني بشاهد أنه حدث، حتى عندما كان الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء قام ترامب بنفس هذا الإجراء، ويبدو وهو إجراء يتحدث عن أو مسوقاته بأنه لا زال السودان يشكل تهديدا استثنائيا على الأمن القومي بموجب قانون سلام السودان وقانون دارفور. ويبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم الإشارات الإيجابية تحاول أن تحتفظ بورقة الضغط على الحكومة السودانية، ولكن واضح في نفس الوقت بأنه الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على السودان، وحرصها هذا يتجاوز تصورات العامة بأنها حريصة على الحكم المدني والانتخابات والديمقراطية، وإنما حريصة على أنه تحاول أن تستميل حلف قوي داخل السودان الآن وتتعاون معه، بدليل أنها قدمت سفير للسودان في هذا الوقت في الاضطراب الحاصل في ازدواجية حتى في الغارة الأمريكية. البيت الأبيض يتعامل مع المكون العسكري ويرفض أي اقتراحات لعقوبات على المكون العسكري، وحتى أنه سمى ما حدث في 25 أكتوبر بأنه استيلاء للجيش على السلطة، ورفض أنه يسميه بالانقلاب العسكري. واضح بأنه الإدارة الأمريكية لديها لسانية أو تتعامل بسياسة العصا والجزرة. برأيك هل موقف الإدارة الأمريكية موحد حول ما يدور في السودان، خاصة وأن إدارة بايدن ترفض دعوات الكونغرس لفرض عقوبات على من قام انقلاب 25 أكتوبر حسب توصيف الكونغرس؟ لا صحيح، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية فيها حريصة على مصالحها، وهي مجرد يعني جربت بشكل طويل جدا سياسة العقوبات على السودان، وهذه السياسة لم تجدي، وبالتالي اتبعت سياسة أخرى، بل يعني مجرد ما الولايات المتحدة الأمريكية تعادي بلد، هذا البلد يذهب إلى روسيا والصين، وده بيخلق مراكز صراع ونفوذ جديد، وممكن هم يملوا الفراغ السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها الآن حريصة على السودان فيما يتعلق بالموقع الجيوسياسي، وفيما يتعلق بالثروات الهائلة الموجودة الآن، وفيما يتعلق على أمن البحر الأحمر وعلى المحور نفسه، محور السعودية الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو مجاور للوضع السوداني. بالتالي يعني زي ما قال السادات في عبارة شهيرة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على 99% من أوراق اللعبة السياسية في مصر وفي السودان وفي إثيوبيا، والآن هي تبحث عن حليف أقوى على الأقل لتتعاون معه. هل ستركز الولايات المتحدة جهودها أو إدارة بايدن جهودها فقط على اللجنة الرباعية أم لديها طرق أخرى؟ واضح أنه من نشاط السفير الأمريكي الآن بأنه لديها طرق أخرى على الأقل، أو لديها أكثر من مفاوض تتعامل مع المكون العسكري، وفي نفس الوقت تتعاون مع قوى الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت تتعاون مع الرباعية، وفي نفس الوقت السفير الامريكي الموجود الان يقوم بجولة، هو الان موجود في شرق السودان في كسل وزار القضار وزار يعني ولاية البحر الاحمر، وكذلك يعني ذهب الى دارفور. حركة السفير الامريكي بهذه الحيوية والنشاط تؤكد بأن الرجل فعلا حريص على أن هنالك سيناريو خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالسودان، وبالتالي هو يعبر عن سياسة البيت الأبيض، سياسة بايدن تجاه السودان، ويبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على ضمان، هو ضمان التطبيع مع إسرائيل، وبموجب هذا الضمان هي تتعامل مع السودان بأنه دولة يعني صديقة الآن وليست دولة عدوة كما كان في الماضي.